سي مدوار رئيس رابطة المحترفة كرة القدم الجزائرية في حوار أو في تصريح ليومية العار، قال لهم رايحين نشوفوا مع قطر والسعودية باش ننظموا كأس السوبر عندهم. واش هذا؟ يقال لك ريال مدريد وبرشلونة يديروا سوبر تاعهم في قطر وفي السعودية، وعلاش ماشي حنا؟ حنا ماناش خدمنا. السي محمد قارنش برشلونة والريال مدريد بالفرق الجزائرية، ما تكفرش بالفوتبال. قول وعلاش؟ الحقيقة ماشي قال باسكو، الحقيقة أن العصابة الحاكمة في الجزائر خاف الشعب، خاف الشعب أنه تبون ما يقدرش يحضر نهائي كأس الجمهورية أو إلى كأس السوبر، لأنه يلزم يحضر. هو يعترف، مدوار يعترف باللي تم برمجة نهائي السوبر مرتين في الجزائر، ويقول لك تم تأجيلها لأسباب موضوعية. شنو هي الأسباب الموضوعية؟ قولها لنا، لازم نعرفوا الأسباب الموضوعية. وإلى سر دولة أسباب موضوعية، أوي لما الحاكم يخاف المحكوم أسباب موضوعية، لأن الحاكم هذا غير شرعي، لأن الحاكم هذا يا متجبر ومتسلط على الشعب رغم إرادة الشعب. هذا هو يقول لك تم تأجيل لأسباب موضوعية. وعلاش ما كاش أسباب موضوعية في قطر وفي السعودية؟ تقارن برشلونة، انت تظن باللي قطر راح يعطولك دراهم واش يمدوا لبرشلونة والريال؟ منهم يخلصوا باش يجيبوا، ماشي يروحوا يحلوهم. قال ماذا بنا نجوا نلعبوا عندكم؟ لا، هما يقول مروحوا، لانه عندهم هدف. قطر داروها في اطار تحضير كأس العالم وتحسيس المسؤولين تاع كرة القدم في العالم، قال شوف عندنا امكانيات، عندنا دي ستاد. يعني خزام زي تقولوا عندنا دي ستاد، وقال لك ننظموا تظاهرات دوليه. اين السوبر تاع اسبانيا؟ ولعبوا في الجزائر، يجيبوا لعبوا في الجزائر. وعلاش راه هارب بالسوبر ديالك رايح لقطر ولا السعوديه؟ السعوديه نفس الشيء، كي تجيب سباش نمي كره القدم، تنمية كرة القدم، تطوير كرة القدم، ماشي تجيبو نتايا دو زيكيب تاع الجزائر اللي يخلصو زوج دور جوار، يعطيولو يخلصو شهرين، ومن بعد يقولو راك تسال، وروح اشكي في لا ليغ، وروح اشكي لكذا، وجري. نعرف كاش راه يمشي الفوتبال تاعنا، نعرف كاش راه يمشي. ما تجيش تسبب، قال لأنه ريال مدريد ما مش خير من احنا، وزين بقى قالك احنا نروح نلعب في قطر للاستفادة، وكان من اقتراح من جانبي ونحن لسنا افضل بها. يعني هو اللي اقترح هذا، يعني عبد الكريم مدوار، باش هذا رمضان وبنادم مانيش نشتم فيه ولا نسب فيه ولا لا، ولكن الرأي العام لازم يعرفوا شكون عبد الكريم مدوار. عبد الكريم مدوار كان عنصر في الجية، وقلتها أكثر من مرة وما ردش عليا نهار. راح شاف من طريق جماعة نعرفهم يقولوا نقولوا له ما ينسي هدر هكذا، وعلاش واش درت له؟ أنا ما درت له والو، درت الجزائر كان في الجية. نهار اللي حكموا جبار مهنا بعد ما ضربوه وعذبوه وكذا، ومن هنا الى وقت ما ضربوش ما يشعر. المهم قلب الفيستا، لانه هدوا، يقولوا بلي هدوا بلي يرمي ميليكوبتر. قال نخدم معاك، ما عاد يخدم معاهم.
هاد يخدم معهم اجون دوبل تاع هاوم اجي ما على بالهمش مي وراهو. واليوم جبر منا اللي راه مدير الامن الخارجي هو الشيف تاعو، مازال هو اللي يحرك في قلوبه، هو اللي يقول له روح شوف السعوديه ولا قطر لا ديروا لي. هذه الحكايه. وجبر منا واش يكون جبر منا؟ ماشي انا اللي يقول هذا، احنا رانا في رمضان ما نقولش كلام منا نتهموا الناس في الباطل. التلفزيون الجزائري العمومي اعلن نهار اللي وقفوا في 2019 وقيلا اكتوبر انه تم ايداع الحبس الاحتياطي الجنرال جبار مهنا بتهمة الثراء اللاشرعي، ودخل الحبس وحاكموه وحكموا عليه بثمانية سنين، وما كملش ثمانية سنين تاعو خرجوه، خرجوه استحتاجوه في بلاد القبائل. ومن بعد داسين بشو بشو عاودوا رجعوا. تصور واحد كان في الحبس ومتهم علنا، يعني تلبسوا وتعاود على قلو جنرال وتجيب تحطوا وتزيد تبعثوا يتلاقى مع مسؤولين اجانب وكدا ويعرفوا بلي كذا كان حابسي ويدير من دخل الدم، يعني يقلوا الرجال في الجزائر. ما عملنا ويخدم سي مدوار اللي تجي يقول لك اسباب موضوعيه تاجلت كاس السوبر لي اسباب موضوعيه. لا، احسن لك انك تسكت ما تهضرش ما تكذبش، احسن انك تسكت ما تهضرش ما تكذبش. شي مليح الكذب حدا اللي لكن قول لي حنايا نظام العصابه مبني على الكذب وعلى الهفان كل شيء راه تري بيان. قال كل جزائر راهي في بحبوحه كبيره وفيها استقرار وفيها جزائر عندها مشكل واحد، سمعت عندها مشكل واحد هو المغرب. كان سيبوك فاش رحلوه رحلوه نتاع الدعوة، للاسف ما قدرناش نرحلوه. اي هذا واش عندها الجزائر مشكل. الله اكبر، الله اكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.